بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم من درس جديد من دروس يوز أونلاين المقدمة من قبل فريق أسوس. معكم خلدوني الداني. ضمن هذا الدرس نحن حنحكي عن بحث سيجما، الجزء الأول طبعا منه اللي هو جزء المجاميع بنسميه. هذا الرمز اللي هو هاد بنسميه سيجما. سيجما سيجما بنحط هون بداية السلسلة، سلسلة المجاميع، ومنحط هون نهاية سلسلة المجاميع. إذا مثلا من N يساوي الواحد للمية، فبالتالي أنا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، حسب شو في هون. إذا حسب شو في هون بس بمشي 100 مرة عالشي اللي هون، تمام؟ هذا هو بشكل عام مفهوم السيجما. على كل بالأمثلة هلا حيبين معنا أكتر. مثلا إذا كان عندي سيجما اي كي، بحيث الكي بتبلش من الواحد وحتى الستة، فبقول اي واحد زائد اي اثنين زائد اي ثلاثة زائد اي اربعة زائد اي خمسة زائد اي ستة. انا ما بعرف شو هي الاي، بس بدل كل كي بعوض اول مرة واحد، تاني مرة اثنين. اذا بشوف شو المتحول هون، لازم عوضه ضمن قيمته هون. مثلا عندي سيجما من كي يساوي 3 وحتى 7 لأي كي، اول شي بعوض بدل الكي 3 يعني اي 3، بعدين اي 4، بعدين اي 5، بعدين اي 6، بعدين اي 7. طيب مثال تاني، اذا كان عندنا سيجما من كي يساوي 3 وحتى 5، ف أول شي بعوض بالكي 3، فبقول 3 ضرب 3 ناقص 8، هي الحد الأول لما كانت الكي تساوي 3، زائد هلأ الكي قدي صارت 4، فبقول 3 ضرب 4 ناقص 8، فبالتالي هاد لما كانت الكي شو 4. بعدين الكي صارت 5 اللي هي آخر قيمة، فبقول 3 ضرب 5 ناقص 8 ليكا، فهون الكي بتكون قديش؟ 5. بحسب الترتيب كله بيطلع معنا 12. هلأ 2 أس آي، هالمرة المتحول آي. إذا المتحول ما ضروري يكون له اسم واحد، كي، جي، واي، شو ما كان يكون، لكن هالمتحول هاد لازم شوف شو المتحول اللي جوا وبعوض قيمته بقلبه. يعني الآي عم تبلش من الواحد وبتنتهي عند الأربعة لاتنين آي، فبقول اتنين أس واحد، بلشت بالواحد، بعدين اتنين أس اتنين، اتنين أس تلاتة، اتنين أس آخر قيمة اللي هي الأربعة، بحسبها بيطلع معي 30. مثال قال عندي سيجما من آي يساوي واحد إلى الخمسة لاتنين آي، فبالتالي هلأ حأمشي على الآي من الواحد للخمسة. لما الآي يساوي واحد فاتنين ضرب آي يلي هي واحد، زائد هلأ الآي قديش قيمتها؟ اتنين، فبقول اتنين ضرب اتنين، هاي الاتنين ثابتة يلي هي هاي، مين عم يتغير؟ فقط عم يتغير الآي، كان واحد صار اتنين، هلأ شو بيصير؟ بيصير ثلاثة، بعدين شو بيصير؟ أربعة، بعدين خمسة، بضرب وآخر شي بحسب بيطلع معنا الجواب 30. مثال تاني، إذا كان عندي سيجما من كي يساوي 3 للستة لكي مربع، فبالتالي الكي من وين بتبلش؟ أنا لازم كتير انتبه من وين بتبلش، لأنه حنشوف لقدام كيف أنه البداية مهمة لأقدر حل التمرين. هلأ حاليا البداية ما كتير مهمة، مهمة إلنا للحسابات، بس لقدام في قواعد ما بقدر أحسبها إلا بناء على البداية. فالبداية هون عندي من 3 وحتى النهاية 6، فبقول K قديش الK؟ أول قيمة 3 أس 2 زائد 4 أس 2 زائد 5 أس 2 زائد 6 أس 2. هلأ
يلي ماله حافظ مربعات الأعداد هذا حياخد معه كتير وقت، يلي حافظ مربعات الأعداد ما بياخد معه 5 ثواني هيك تمرين، تمام؟ لذلك كتير مهم نحنا نحفظ مربعات الأعداد. إذا لساتك مالك حافظ مربعات الأعداد وبدك تفوت على الفحص فلا تتوقع يا ابني إنك تنجح، يعني لا تزعل مني، بس يعني كتير مهم هذا الحكي، مربعات الأعداد ومكعبات الأعداد. يعني 15 مربع لازم أحفظه، 16 مربع، 30 مربع، 29 مربع، هدول كتير مهمين. فالمهم هلا 9 زائد 16 زائد 25 زائد 36، آخر شيء بيطلع معك جواب 86. طيب في عنا مثال هلا تاني بس في بقلبه لوغاريتم، يعني بلشوا يصعبوا شوي. الكي من وين بتبلش؟ من الواحد وبتنتهي ل 78. فبقول لوغاريتم 3 لكي زائد 2، كي أول قيمة إلى 1، فواحد زائد 2 3 على 4، زائد لوغاريتم الثلاثة لا الكي قديش هلا 2 زائد 2 4 على 2 زائد 3 5، زائد لوغاريتم هلا الكي قديش 3، فبالبسط 3 زائد 2 5 على 3 زائد 3 6، وهكذا حتى وصل لآخر قيمة، أو خلينا القيمة قبل الأخيرة اللي هي 77. 77 زائد 2 79 على 77 زائد 3 80 ل3 زائد آخر حد اللي هو 78. 78 زائد 2 80 على 78 زائد 3 81. هلا لاحظ عندي الاساس نفسه، لوغاريتم زائد لوغاريتم زائد لوغاريتم زائد لوغاريتم، فبالتالي هو لوغاريتم الجداء. يعني بقول لوغاريتم 3 ل 3 على 4 ضرب 4 على 3 ضرب 5 على 6 ضرب 5 على 4 على 5 استاذ شبك نعسان ضرب 5 على 6 ضرب هيك لعند 79 على 80 ضرب 80 على 81. لاحظ انه هون بيروح مع هون، هون بيروح مع هون، هون بيروح مع هون، وهكذا هون بيروح مع هون، وهي 79 بتروح مع 79 اللي كانت قبلها. فشو بيصفى معك اخر شيء؟ بيصفى معك لوغاريتم ال 3 ل 3 على 81. 3 على 81 هي لوغاريتم 3 للواحد على 27. ال 27 بساوي، هي لازم دغري انت تبين معك انه هي ناقص 3. بس ليش ناقص 3؟ لانه لوغاريتم 3 لا 3 اس ناقص 3. شلون صارت 3 اس ناقص 3؟ لانه 27 هي 3 اس 3 برفع لفوق، فبتصير 3 اس ناقص 3، فبيطلع معك ناقص 3 لانه لوغاريتم 3 3 1. مثال ثاني عندنا سيجما من ان يساوي 1 ل 2 ل ان ناقص 1 ب ان زائد 1، وهذا كله عاملي، العاملي على القوس ككل على ان مربع عاملي. طيب هلا تعوا نشوف البسط. هلا مبدئيا سيجما من ان يساوي 1 ل 2 لا البسط هو ان ناقص 1 ب ان زائد 1، يعني ان مربع ناقص 1 عاملي على ان مربع عاملي. هلا مين الاصغر، ان مربع ولا الان مربع ناقص 1؟ ان مربع ناقص 1. فبالتالي بقول سيجما من ان يساوي 1 للاثنين لان مربع ناقص 1 بتضل مثل ما هي بالبسط، بالمقام ان مربع ضرب ان مربع ناقص 1 عاملي. هلا بتروح هي مع هي، فبيصفى معك سيجما من ان يساوي 1 الى الاثنين لواحد على ان مربع. فبالتالي 1 على 1 مربع زائد 1 على 2 مربع يعني 4، فبيطلع معك 1 زائد ربع يعني 1 وربع، 1 وربع 4 على 4 يعني 5 على 4، تمام؟ طيب هلا في عنا مجموعة، هلا بلش الشغل، هذا كان كله لعب وتسلاي، بلشت الخواص المهمة. قال إذا كان عنا سيجما من كي يساوي 1 إلى ان، إذا نلاحظ بكل هالقواعد الكي من وين عم تبلش؟ من الواحد. من وين عم تبلش؟ من الواحد. إذا ما عم تبلش من الواحد
ما فيني طبق هاي القواعد، لازم تبلش الكي من الواحد. طيب إذا ما جابوا لي إياها من الواحد شو بساوي؟ ما بساوي شي. لا طبعا بساوي شي، طبق هاي الخاصية اللي حنحكي عليها بعد شوي. إذا كان عندي سيجما من كي يساوي واحد ل إن ل سي، حيث سي عدد ثابت، مثلا ممكن يكون 5 6، فهو مباشرة إن ضرب سي. فمثلا سيجما كي يساوي 1 حتى 100 ل 9، شو بساوي؟ هي فعليا 9 زائد 9 زائد 9 زائد 9 كم مرة؟ 100 مرة. فبقول دغري 9 ضرب 100 يعني 900. هي الخاصية الأولى خلصناها. الخاصية الثانية، إذا كان عندي سيجما من كي يساوي 1 ل n ل c ضرب a k، ال a k هي شغلة ما بعرف، هي شغلة في بقلبها كي ما بعرف شو هي، تمام؟ بس السي هو عدد ثابت، لذلك السي فيني طالعه لبرات السيجما. كيف بطالعه لبرات التكامل، برات الاشتقاق اذا بطالعه لبرات السيجما السي، وبساوي الشيء اللي بدي اياه هون حسب بقى شو موجود. طيب سيجما ل اي كي زائد بي كي، طبعا علما انه الكي كي على 9 كي بتبدا من الواحد، فهي سيجما اي كي زائد ناقص، طبعا زائد ناقص بي كي، سيجما بي كي. قال اذا كان عندي انا كي من 1 ل n وفي عندي ام محصورة بين الواحد والان، فانا فيني اقول سيجما من 1 للm بعدين من الام زائد 1. يعني اذا كان عندي انا سيجما من 1 ل9 ففيني اقول هي سيجما من 1 ل5 مثلا، زائد سيجما من وين؟ من 6 ل9، تمام؟ من الحد اللي بعده. طيب هلا انت قلت لنا استاذنا انه كل هالقوانين هي الكي لازم تبلش من الواحد. طيب اذا كانت الكي ما بتبلش من الواحد، يعني مثلا سيجما من كي يساوي مثلا 4 وحتى 8 لا اي كي، شو ما كانت الاي كي تكون، حنشوف هلا امثله يعني شو ممكن تكون، تمام؟ فما ما بتبلش من الواحد، ما بقدر اطبق هدول الخواص، شو بساوي؟ قال بضحك عليه، بيجي لحتى تصير هي 1 شو لازم اعمل؟ لازم نقص 3، معناتها من هون كمان لازم نقص 3، بس الكي هون لازم زود لها 3. اذا انا بحق لي نقص من هون ولازم بالتالي نقص من هون، بس لازم هون زود. طيب اذا زودت هون مثلا اذا سيجما من كي يساوي ناقص مثلا 4 حتى تصير 1 شو لازم اجمع؟ لازم اجمع 5، فبالتالي للنهاية بجمع 5 وجوا بطرح 5. إذا هون بالأطراف البداية والنهاية جمعت فجوا بطرح، إذا بالأطراف طرحت فجوا بجمع. حاجة لك، وخلونا ننتقل للقوانين اللي بعدها. القوانين اللي بعدها يا ابني بتقول إذا كان عندك سيجما من كي يساوي 0 ل n ناقص 1، إذا من 0 حصرا لإن ناقص 1 حصرا لآر أس كي حصرا هي 1 زائد آر، مهم هذا كله بيصير 1 ناقص آر أس إن على 1 ناقص آر. هي كتير مهمة، وفي تمرين بالنهايات ببحث النهايات بنحل على هذا القانون، تمرين صعب وجاي دورة كمان. فسيجما من كي يساوي 0 حصرا لإن ناقص 1 لآر كي هي 1 ناقص آر أس إن، هذا الحكي ما بدك يا انت هون عندك 1 ناقص آر أس إن على 1 ناقص آر، حنشوف امثلة لا تزعل. سيجما من كي يساوي 1 لإن لواحد على كي بكي زائد واحد، هذا كله ما بدك يا مباشرة، القانون هو N على N زائد 1. طيب سيجما من كي يساوي 1 لإن لكي ضرب كي عاملي هو N زائد 1 عاملي ناقص 1. يعني هي قوانين حفظ منطبقة مباشرة بالامتحان أو بالتمارين. من سيجما كي من كي يساوي 1 لإن لكي ضرب كي زائد 1 هو N بN زائد 1 بN زائد 2 على 3، كي يساوي 1 لإن هو كي بكي زائد 1. إذا هذا حفظ يعني ما في شيء يشرحه، هنشوف أمثلة. قال إذا كان عندي أنا سيجما من كي يساوي 1 إلى N
لاتنين كي زائد تلاتة يساوي 140. أوجد قيمة الـ N يا شاطر. أيوة، هلأ الـ K بتبلش من الواحد، الحمد لله تمام، معناتها فيني يطبق الخواص اللي أخذناهم من شوي. فيني وزع أنا السيجما لهون ولهون، مظبوط؟ ففيني أقول سيجما من K يساوي واحد لـ N لـ 2K زائد سيجما من K يساوي واحد لـ N لـ 3. وزعت السيجما على المجموع، ما بيأثر. هلأ هل الاثنين هاي فيني طلعها برات السيجما، فبصير عنا 2 K يساوي واحد لـ N لـ K زائد سيجما K يساوي واحد لـ N لـ 3. تمام؟ طيب سيجما الك لحالة هي ان بان زائد واحد، اذا سيجما الك لحالة كأنه ما مرق معنا القانون، ما اذا هذا قانون يا ابني، سيجما ك من ك يساوي واحد لان، اذا هذا قانونها هو ان بان زائد واحد على اثنين، اذا ان بان زائد واحد على اثنين، اذا سيجما من ك يساوي الواحد للان لك، ك هو المجهول هذا نفسه، هو ان بان زائد واحد على اثنين. طبعا هي متتاليه هندسيه، متتاليه اخدينا، هي واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد اربعة بتتذكروها، واخر حد كان ان، فكنا نقول هو ان بان زائد واحد على اثنين بالبحث الاول اخدينها. تمام؟ فبالتالي سيجما من كي يساوي واحد لان لكي، هاي فيني اقول هي اثنين بان بان زائد واحد على اثنين، زائد هاي مباشرة بضربها لثلاثة بان، فبتصير ثلاثة ان، بيصير معنا ان مربع، بعد ما اضرب بتروح اثنين مع اثنين، ان بان ان مربع زائد ان زائد ثلاثة ان، يعني زائد اربعة ان. هاد شو يساوي؟ يساوي 140، بنقلها ال 140 للطرف الثاني، فبالتالي بصير معك يساوي الصفر. هي معادلة من الدرجة الثانية، بحلها بالتحليل المباشر. بدي دور على عددين جداءن 140 وفرقن 4، هنن n ناقص أو زائد 14 بn ناقص 10 يساوي الصفر. 10 ضرب 4 ضرب 14 140، 10 ناقص 14 زائد 4. فهلأ إما n زائد 14 يساوي الصفر، بالتالي n تساوي ناقص 14 أو n تساوي زائد 10. طبعا ال n دائما قيمتها موجبة، ما بصير بلش من الواحد إلى قيمة سالبة، دائما هاي القيمة لازم تكون موجبة، فبالتالي الحل المقبول n يساوي العشرة. خلونا نشوف مثال الرخر. إذا كان عندك سيجما لاتنين ك من ك ناقص خمسة إلى التسعة، فالاتنين هاي بتطلع برات السيجما، بس قبل ما تطلع الك برات السيجما تعالوا نشوف هالسحر. شوف الك يا ابني من وين بتبلش؟ من ناقص خمسة. طالما الكي بتبلش من ناقص خمسة، أنا ما فيني ساوي شيء لحتى تصير هاي الكي تبلش من الواحد، فبالتالي بجي بكتب سيجما كبيرة. بما أنه الكي بتبلش من ناقص خمسة، فأنا لازم قديش زيد؟ لازم زيد ستة حتى تصير الكي تبلش من الواحد، وكمان للنهاية لازم الكي تزيد للستة، لازم زيد للنهاية ستة، والكي اللي جوا هون شو لازم اعمل منها؟ بحط قوس وبقول كي ناقص ستة، اذا جمعت ستة لهذا الطرف ولهذا الطرف وطرحت ستة. في طلاب يا حرام بيغلطوا هالغلطة هاي، بينزعل عليهم، بيجوا بيكتبوا اتنين كي ناقص ستة، بينسوا انه الاثنين لازم تنضرب بالكي ناقص ستة ككل،
تمام. لذلك انت بدك تجي تطرح من الكي 6 حطها ضمن قوسين، ما لك خسران شيء. هلا بوزع الاثنين لهون ولهون، فبصير معك سيجما من كي، من وين صارت تبلش الكي؟ من الواحد 9 زائد 6 15 ل 2 كي ناقص 12. هلا بوزع السيجما، هلا صار فيني طبق، انفعلت انا، هلا صار فيني طبق القوانين او الخواص تبع السيجما. يعني فيني وزع السيجما من كي يساوي 1 الى 15 ل 2 كي ناقص سيجما من كي يساوي 1 لل 15 لل 12، تمام؟ هلا الاثنين هي بتطلع برات السيجما، بصير معك 2 ضرب 15 ضرب 16 على 2، لانه n ضرب n زائد 1 على 2 ناقص 12 ضرب 15، يعني بضرب هي بهي مباشرة حسب الخاصية اللي أخذناها، فبالتالي بيطلع معك الجواب مباشرة 60. يا ابني انت، انا بنصحك هلا انت عم تشوف توقف الدرس شوي وشوف قديش بياخد معك وقت حساب هذا المقدار. اذا بياخد معك اكتر من 5 ثواني فما يعني بصراحة وضعك صعب، تمام؟ اغلب وقتك بالامتحان عم يروح على الحساب وليس على حل التمرين. يعني انت ما بتكون مشكلتك بانه كيف بينحل التمرين، لا، عم تكون مشكلتك بالحسابات، وقتك عم يروح بالحسابات. في طالبة صارت تقول انه انا بالاي كيو من يومين ثلاثة نزلت على الجروب، ما عم بقدر بالاي كيو ياخد السؤال، عم ياخد معي اكتر من 3 دقائق، السؤال عم ياخد معي اكتر من 3 دقائق. للأسف سؤال الاي كيو ما بيعتمد على قواعد معينة، بيعتمد على التجريب، والتجريب بده حسابات، فبالتالي سرعتك بالاي كيو تعتمد على سرعتك بالحسابات. انت سريع بالحسابات فانت سريع بالحل، انت مالك سريع بالحسابات فانت ما حتنجح بالامتحان. ننتقل للسؤال اللي بعده. اذا كان عندنا fx يساوي x زائد 1 وx 1 يساوي 2 x 2 يساوي 3 وx 3 يساوي 5 وعندنا سيجما من i يساوي 1 لل 3 لx i ناقص 1 ب fx i. لا تشوف موديله هيك بشع بس كتير سهل. بعوض مبدئيا x1 ناقص 1 ب fx1 زائد x2 عم عوض بدل كل i ناقص 1 ب fx2 زائد x3 ناقص 1 ب fx3، تمام؟ ما ال x1 قديش عنا ياها؟ 2، 2 ناقص 1 1 ب fx1، fx1 يعني لازم عوض ال x1 ضمن ال fx، fx معي اياها x زائد 1 فبقول 2 زائد 1 يعني 3 زائد x2 عندي قديش؟ 3، 3 زائد 1 طبعا هلا مبدئيا 3 ناقص 1 2 ضرب 3 زائد 1 4 زائد x3 قديش عندي اياها؟ 5، 5 ناقص 1 4 ضرب 5 زائد 1 6، اخر شيء بيطلع معك الجواب يا ابني 35. شفتوا شو سريع بالحساب انا؟ هلا في عنا تمرين اخر fx يساوي 2x زائد 1 اوجد سيجما n يساوي 1 للعشرة ل fn مربع. سهل، مبدئيا ال n عنا 1 فهي f1 مربع زائد f2 مربع، ودي بدي احسبها 10 مرات. لا 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 لا، اكيد اكيد في طريقه اسهل. تعالوا نشوف هالطريقه الثانيه. قال اذا عندي n يساوي 1 ل 10 ال fn، يعني بدل كل x بحط شو؟ n، فبتصير 2n زائد 1. بس شو في عنا؟ في عنا تربيع، فبتصير سيجما n يساوي 1 ل 10 لا 4n مربع زائد 4n زائد 1. هلا بوزع السيجما على الشباب كلها طبعا لانه ال n بتبلش من الواحد، لازم ننتبه على ال n يا شباب. فبالتالي بنوزع السيجما هلا، بصير معنا سيجما 4n 1 10n مربع زائد سيجما
إن واحد عشرة أربعة إن زائد سيجما واحد يا حرام إن واحد عشرة. تمام؟ أنا أعطيكم قانون سيجما كي مربع من كي يساوي واحد إلى إن. هذا قانون هو إن بإن زائد واحد بإن زائد اثنين على ستة. إذن هذا قانون سيجما غالبا حيجيك بالامتحان 99%. سيجما من كي يساوي واحد لإن لكي مربع هو إن بإن زائد واحد بإن زائد اثنين على ستة. طيب هلأ بالتالي أربعة بعشرة ضرب 11 ضرب 12 على ستة زائد أربعة بعشرة ضرب 11 على اثنين زائد عشرة ضرب واحد عشرة. آخر شيء بيطلع معك. إذن مثل ما قلت لكم هلأ من هلأ ورايح لازم تشوف مثلا هاد قديش بياخد معك وقت. اذا بتحل يا ابني وما في قدامك ساعة مصيبة. انت مو بس بهمك تعرف تحل, بهمك الوقت. فانت لازم تشوف هذا المقدار قديش بده وقت معك لينحسب. ما لازم ياخد اكتر من 10 ثواني معك. شلون؟ حناخد ان شاء الله بعدين بنحكي عن هذا الموضوع, ما بدنا نحكي هلا. فالمهم بيطلع معك اخر شيء جواب 1770. تمام؟ اخر سؤال معنا بهالحلقة. سيجما من جي يساوي جي يساوي ناقص 2 ل 3 ل 2 كي زائد 3 جي. اذا في سيجما وبقلبها سيجما. لا تضوج. قال وقت بيكون في عندك انت المتحول هون شو عندك؟ جي. وفي عندك هون كي وهون عندك جي. وقت بتكون عم تتعامل مع سيجما حدوده جي فالكي بتعتبره ثابت. بتخلص من اول سيجما فبالتالي بيختفي معك مين؟ الجي. مين بيصفى عندك؟ كي. بيقوم بتلاقي في برا اي. طبعا هون في عندك خطأ بالسؤال بالكتاب. هي لازم تكون كي وليس اي. تمام؟ لازم المتحول يكون موجود. ما فيني عوض اذا كان هون اي وهون ما في اي في كي. ما فيني عوض. هذا بيكون خطأ بالسؤال. هذا صار هذا الحكي بجامعة مرمرة من سنتين. جابوا سؤال مثل هذا السؤال انه اي يساوي واحد للعشر للسبعة مثلا مثلا 2 كي ناقص واحد. مو هيك السؤال بس يعني كان المتحول هون غير المتحول هون. هذا السؤال كان خطأ وحذف. حذف طبعا صارت العلامة من 79 وليست من 80. تمام؟ فبالتالي في احتمال بسيط كتير انه يجيك اسئلة خطأ بالامتحان. قليل كتير. ها كتير الاحتمال صغير. ممكن ما نحلس معك سؤال تقول هذا خطأ. تمام؟ نرجع لهون. في خطأ اذا بالسؤال. كاتبين لك اي بالسؤال بالكتاب ولكن هو كي. هلا مبدئيا خلوني اخلص من هي السيجما. هلا سيجما كي يساوي الواحد حاعتبرها مو موجودة. ححط على جنب. هلا لاحظوا انه الجي عم تبلش من وين؟ من ناقص اثنين. تمام؟ طيب لازم شو ضفلة معناتها؟ لازم ضفلة ثلاثة. فبقول سيجما للجي ناقص 2 زائد 3 يعني 1 وفوق 3 زائد 3 6 لا 2 كي. الكي ما بتتأثر وقت جمعت لأنه تعتبر ثابت. أنا المتحول تبعي جي فالكي ما بعدل عليها شيء. على مين بعدل يا ابني؟ على الجي اللي هون. وما أنسى أنه حطها بين قوسين. أنا قديش شو ساويت هون؟ ضفت 3 فهون لازم اطرح 3 زائد 2. تمام؟ هلا هي سيجما من كي يساوي 1 للثلاثة لهلا مالي معبرة. هلا بوزع السيجما على الشباب كلهم. فبتصير سيجما من جي يساوي 1 لـ2 كي إلى 6 زائد سيجما. هلا 3 بجي هي 3 جي يعني 3 جي كي يساوي جي يساوي 1 للستة ناقص 3 بس في سيجما عنا 3 بـ3 9 استاذ خلدون 9 من جي يساوي 1 لوين للستة زائد 2
بس في قبلها سيجما من جي يساوي 1 للـ6. هذا الاختراع كله بيطلع معك. طبعا خلونا نحسبه. هلا الاثنين كي تعامل معاملة الثابت، كونه هذا شو؟ كونه هذا جي، تمام؟ فبقول 6 ضرب 2 كي، 6 ضرب 2 كي هو 12 كي. طبعا في عنا سيجما من كي يساوي 1 للـ3، تمام؟ طيب زائد 3، هي بتضل مثل ما هي، 6 بجي، يعني 3 ضرب 6 ضرب 7 على 2، ناقص 6 ضرب 9 54، زائد 6 ضرب 2 يعني 12، تمام؟ تحسب هذا الاختراع بيطلع معك آخر شيء سيجما من كي يساوي 1 للـ3 لـ12 كي زائد. شلون بدنا نحسبه هذا يا حزركم؟ خلونا نروح هي مع هي، بيصفى معك 3، 3 ضرب 3 9، 9 ضرب 7 عمل 9 ضرب 7 قديش كان؟ 63، ما اي 63، في هون 12 كي، 63 ناقص 54 قديش يا ابني؟ 9، 9 زائد 12 21، اذا هون صار معك 21. فبالتالي بتقول سيجما هلا 2K زائد 12K زائد 21 هو 12 ضرب K، قديش؟ 3 ضرب 4 على 2، زائد 21 ضرب 3، 3 ضرب 1 3، 2 ضرب 3 6. آخر شي بيطلع معك الجواب 135. هيك بيكون انتهى درسنا الممتع جدا لهذا اليوم. بتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء.